مشاهدي جلوري رود لبنان، تحية رياضية بنوجهها لكم من ملعب الدكوينه والمباراة الأولى من سيمي فينال بطولة ميشيل حداد للفوتسال يلي اليوم عم تجمع فريق سان جوزيف عنطورة بمواجهة الأنطونية غزير. مباراة كتير حلوة رح تكون بين الفريقين يلي قدموا مستوى مميز سواء بالراوند أوف 16 أو حتى بالكوارتر فاينل، واليوم بالسيمي فاينل رح نعرف مين الفريقين يلي رح يكونوا موجودين بفينال البطولة. هل رح يكون الفريق الأول هو عنطورة تحت قيادة الكوتش جهاد أبي نخول، أو إنه سولاندو وزملائه رح يكون عندهم كلام آخر مع نهاية المباراة؟ مباراة كتير مهمة، مباراة كتير حلوة رح تكون، رح تكون منتظرة، رح تكون مرتقبة قبل المباراة الثانية أيضا يلي رح تجمع الأنطونية بعبدة بمواجهة الجمهور. ملا جيم رح تكون بين الفريقين. الانطلاق رح تكون بعد لحظات قليلة. إذا شرب السليم، أيضا رواد حنوش لاعب رقم 4 كان تيرنينج بوينت بالجيم الماضي، اللاعب رقم 7 ريان شليلة، واللاعب رقم 17 دانيال فاضل. إذا هذه هي تشكيلة فريق أنطونين غزير مع الجول كيبر جون بوحلوم. أما عند عنطورة فرح نشوف الجول كيبر جاد لحد، أيضا جابرييل عيد اللاعب رقم 17، اللاعب رقم 11 أندرو وهبي، اللاعب رقم 7 إليو شعيا، والجبور كارل جبور الرقم 10. كرة حاليا بتعود لصالح عنطورة. جاد بيحركها مع كارل جبور، جابرييل عيد بيمرر الكرة انقطعت، وصلت لأندرو وهبي، اوت لصالح عنطورة مع الوهبي اللي بيحرك الكرة، جابي عيد للشعية، الشعية حلوة كتير التمريرة من الجبور لكن طويلة، الحنوش بيقطعها، رواد عادت مع أندرو وهبي. جاد أمامية باتجاه إليو، مقطوعة الكرة، كارل جبور سيطر عليها، تقدم الجبور، انطلق الجبور، فرصة لفريق عنطورة، فرصة الهدف الأول والتسديدة. التسديدة كانت قريبة، كارل جبور كان قريب جدا من هز الشباك ولكن الكرة مرت لخارج أرض الملعب. جابرييل عيد برأسه، هون الجبور سيطر على كرته، عم بيتابع الجبور، ممتاز الجبور ببداية المباراة. إليو شعيا خسر الكرة، عادت مع السولاندو، شرب السليم بيكسر بيمرر، رواد بينطلق، رواد بيخسر الكرة والأوت لصالح عنطورة. هيك بيقول الحكم ميشيل تراد، الأوت مع الفريق الأصفر مع سان جوزيف عنطورة. كارل جبور، جابرييل عيد بيمرر لأندرو وهبي، مقطوعة الكرة من رواد والكرة بالنهاية مرت لخارج أرض الملعب، أوت كمان لسان جوزيف. جبور مقطوعة، مقطوعة، رواد، رواد بيمر عن جاد، بيسدد رواد، حلو كتير الطريقة يلي قطع فيها الكرة رواد ومر عن حارس المرمى لكن التسديدة كانت بعيدة. فرصة جديدة للأنطونية غزير، عم نشوف البرس يلي عم بيحاولوا يعملوه لاعبين الأنطونية، إليو شعيا والسولاندو، المواجهة الخاصة داخل أرض الملعب بين نجم فريق سان جوزيف عنطورة وكابتن فريق الأنطونية غزير إليو شعيا من جهة، وشرب السليم من جهة، يقع أندرو على أرض الملعب، خطأ لصالح سان جوزيف. جابرييل عيد رح يكون على تنفيذ الخطأ. جابي عيد اللاعب رقم 17 لإليو شعيا، كمان جابرييل عيد، إليو شعيا، أندرو وهبي،
تعود مع أندرو. أندرو والتمريرة الجبور نقلها حلوة كتير. إيليو شعية سيطر على الكرة، مرر لأندرو ولكن سولاندو كان عم يقطع الكرة. أوت لصالح سان جوزيف عنتورة. تتحرك توصل للعيد الجبور. أندرو وهبي بيعود مرة جديدة. أندرو وهبي بيتابع أندرو بيسقط على أرض الملعب. أندرو مرر حلو كتير للجبور. شو ممكن يعمل إليو شعيا بهيدي الكرة؟ بيكسر إليو، بيمر إليو، بيتابع إليو، بيمرر إليو. إليو شعيا، إليو خسر الكرة بالنهاية. دانيال فاضل مقطوعة من كارل. كارل جبور، ما معقول كارل جبور بأي طريقة كان عم بمر ويحصل على الخطأ. خطأ لصالح فريق سان جوزيف عنتورة، ودائما عبر كارل جبور اللاعب رقم 10 تركها لجابي عيد. جابرييل عيد اللي وجه رسالة كتير كبيرة انه سان جوزيف عنتورة رايح ليربح اللقب بالمباراة الماضية بالربع نهائي. اوت اليو للجبور، خطأ بتنفيذ الاوت على اليو شعيا. سولاندو بتعود اذا مع سولاندو. التمريرة مقطوعة من كارل جبور. جيم كبيرة للجبور، ممكن كثير نشوف اميليو، ممكن كثير نشوف ويليام على ارض الملعب عند عنتورة بوقت التمريرة. حلوة كثير فرصة الهدف الاول، الهدف الاول. حلوة كثير اللعبة، الجبور كيف شافه لعندرو وهبي. حلوة كثير كانت التمريرة، حلوة كثير يا جبور، واحلى الاكسترا باس يا عندرو وهبي، واحلى الفينش، احلى الفينش من الرقم 7. الحديث عن اليو شعيا، اليو شعيا بيعطي التقدم لفريقه. قلنا هو النجم، قلنا هو الحاسم، والرقم 7 كان حاسم جدا بهذه الكرة وأعطى فريقه التقدم. لكن الشغل الكبير، الكريدت الكبير لكارل جبور على هيدي التمريرة الطويلة الحلوة كتير لأندرو وهبي. وأندرو بلمسة عطى الإكسترا باس لإليو شعيا بوقت السولاندو بيسدد وجاد بيلتقط الكرة. هدف بوقت مبكر رح يعطي الجيم انتنسيتي أعلى، رح يعطي الجيم جمال أكبر بكل تأكيد. جابرييل عيد، جابرييل عم يلعب بالنار لكن قدر يسيطر على الكرة ويمرر والآوت لصالح عنتورة. لا، لصالح غزير. جاد التقط الكرة، جاد بيلعبها مع إليو شعيا. شو ممكن يعمل إليو؟ يا جبور يا جبور يا جبور، حلوة كتير هيدي فعلا الكيمستري الموجودة على أرض الملعب بين لاعبي سان جوزيف عنتورة. ما معقول كارل جبور وإليو شعيا قديم بيكونوا متفاهمين. كارل جبور بيلعبها مقطوعة من السولاندو. هون أنطوان دخل على أرض الملعب من لحظات قليلة، مكان ريان شليلة. أوت لصالح عنتورة. كارل جبور ما شفناه بالمباراة الماضية لكن اليوم عم بيكون أدد فاليو مخيف العنتورة. كارل جبور كمان لجابرييل عيد. أندرو وهبي لمسة باتجاه إليو شعيا. إليو ودانيال فاضل. دانيال قطع الكرة، الفاضل سيطر عليها. الفاضل شو ممكن يعمل؟ فاضل أبعدها للأمام، بيحاول المتابعة. هون كان اللاعب أنطوان سعيد لكن بالنهاية عادت العنتورة. حلوة كتير يا إليو. شو ما معقول شو حلوة وشو لعيبة، شو لعيبة كان جبور وإليو شعيا. قدام تفاهمين، قدام الكامستري عالية بين هول اللعبين، الرقم 10 والرقم 7 عند فريق عنتورة فعلا عم بيقدموا جيم كبيرة. ما معقول كارل جبور وإليو شعيا شو هالأداء اللي عم بيقدموه. أندرو وهبي لإليو شعيا كمان انطلق معه لكن هون العقيقة كان عم يقطعها سولاندو. بيمرر لرواد، فرصة رواد، بيتقدم رواد بيعكسها بالعرض لكن كارل جبور مرة جديدة. كارل جبور هو الأدد فاليو الكبيرة لفريق عنتورة بجيم اليوم. إليو شعيا
إليو شعيا بتعودنا على إليو يضيع هيك نوع من الكرات، لكن إليو شعيا الواضح إنه لاعب فوتبول ومش لاعب فوتسال، لأنه هيدي الكرة كانت بتنحط بوجه قدمه لإليو شعيا، ببوز قدمه ممكن كان يسددها داخل الشباك، جرب يحطها حط، هيدي على الجول الكبير ممكن تعملها يا إليو، لكن على مرمى الفوتسال صعب تدخل هيدي الكرات. حتى اللحظة 1-0 لأنطورة، لكن بأفضلية كبيرة عم تترجم على أرض الملعب عبر الثلاثي عمرو وهبي كارل جبور ومسجل الهدف الوحيد إليو شعيا. سولاندو عم يتقدم، سولاندو عم بمرر لرواد، رواد معه العقيقة، رواد بمرر للسولاندو، حلوة كتير التمريرة، سولاندو بيكسر، سولاندو بيمرر لرواد، حلو كتير يا رواد، قد ايه لعيب رواد، هيك قد ايه لعيب ايضا جابرييل عيد وكارل جبور كمان، هون إليو شعيا، هون إليو شعيا، هالمرة السولاندو تفوق والكرة بعدها داخل ارض الملعب، جابرييل عيد، فرصة الهدف تاني، جابرييل عيد لكارل جبور والحارس عم بيخلص، ممتاز يا ابو حلوم، سولاندو كمان هالمرة مقطوعة من اندرو وهبي، كسر اندرو وهبي، عم بيحاول اندرو وهبي، حلوة كتير المباراة يا اندرو وهبي، حلوة كتير يا إليو شعيا، ولكن رواد، لكن رواد عم بيكون حاضر، رواد عم بيكون أفضل لاعبي غزير بالمباراة حتى اللحظة، ممتاز رواد حنوش، كمان شوفوا البراز، شوفوا اندرو وهبي بأي طريقة عم يضغط، والويل على أرض الملعب، ويليام القاعي، مكان إليو شعيا. كارل جبور مقطوع الكرة، السولاندو شو ممكن يعمل؟ السولاندو بيمرر، عم بيحاول أنطوان سعيد، مقطوع الكرة، جابرييل عيد انطلق، جابرييل عيد تابع، جابرييل عيد مرر، ويليام سيطر على كرته، ويليام فضل العودة، أندرو وهبي كمان لكارل جبور. وصلت لجابرييل، ويليام نقلها للجبور، شو ممكن يعمل الجبور؟ عم بيقدم جيم كبيرة، ما معقول الباس، وقت الزيادة بتتخلص، ويليام بيحاول اوف ذا بنش، شو ممكن يعمل ويليام؟ لكن الكرة مقطوعة، بلا مباراة يا كارل جبور، هو التيرنينج بوينت حتى اللحظة بكل تأكيد عم بيكون الأفضل على أرض الملعب. أندرو وهبي لجابرييل عيد، الجبور طلب الكرة، جابرييل فضل العودة، جاد عمل الكنترول، جاد والبرس اللي عم بيكون موجود عليه، لكن قدر الجبور يطلع بالكرة، ويليام مقطوعة، شو ممكن يعمل هون؟ شو ممكن يعمل العقيقة؟ لكن هالمرة تصرفه ما كان بالشكل المناسب مع الكرة، خرجت للآوت لصالح عنطورة. كارل جبور جابرييل عيد كمان، هون شوفوا اندرو وهبي، بأي طريقة بين لاعبين بيخسر الكرة بالنهاية، أنطوان سعيد مر العقيقة، يا جبور بأي طريقة قطعت الكرة، كارل جبور قدر يخلص مرمى فريقه مرة جديدة، الرقم 10 بمباراة اليوم هو حتى اللحظة العلامة الفارقة بكل تأكيد، الخيار الموفق للكوتشي هذا بنخول، والنتيجة 1-0. تتحرك الآوت، شو ممكن يعمل هوني؟ عادت إذن لصالح غزير مع اللاعب كارل أشقر، مرر كارل وسط كمان، أيضاً هوني عم نشوف كزموز على أرض الملعب، خطأ واضح ارتكبه العقيقي، جورج عقيقي ارتكب الخطأ على ويليام القاعي، خطأ لصالح سان جوزيف عنطورة، بعد في 8 دقائق لنهاية زمن الشوط الأول، النتيجة 1-0 لصالح عنطورة، هدف بوقت بكير بوقت مبكر كتير أعطى الحماس للاعبي عنطورة،
وكارل جبور تحديدا، إيميليو البرهوج، إيميليو دخل إلى أرض الملعب وكان قريب من تسجيل الهدف الأول، الكرة راحت كورنر. إيميليو برهوج كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. البرهوج بيلعبها بالعرض، مقطوعة مقطوعة من بوحلوم ما خرجت، بيقول ميشيل تراد. الكرة حاليا لصالح غزير أشقر للعقيقة، أشقر كمان مقطوعة. كارل جبور شو هالجيم، شو هالجيم يا كارل جبور، حتى ولو تصرفه بهيدي الكرة ما كان بالشكل المناسب، لكن اللاعب رقم 10 عم بيقدم أداء كبير. كرة مع الأشقر، أنطوان للعقيقة، كازموز عم يستلم، أشقر كمان مقطوعة، جابرييل عيد بيعود مع إيميليو، شوف الضغط، جاد أبعده، ويليام، ويليام بيتابع، ويليام، ويليام كمان، ويليام بيحاول، ويليام قاعي، والكرة لصالح غزير، خطأ بتنفيذ الأوت، الكرة اللي عم تورى. جابرييل حلوة مقطوعة، فرصة جابرييل عيد، جابرييل عيد، الكرة مقطوعة بتعود لصالح الأنطونية غزير. أشقر بيلعبها لونج بول، مقطوعة بالرأس من إيميليو، إيميليو بيتقدم، إيميليو بيلاقي ويليام، ويليام عم بيتابع، ويليام عم بيحاول، والأوت لصالح غزير. ويليام كمان مقطوع الكرة، كمان الأشقر، شوف الضغط، الأشقر، الأشقر بيتقدم، خطأ لصالح أنطوني غزير. ويليام كان عم يرتكب الخطأ. روتيشن أكبر عم يعملوها الأنطوني غزير، كارل جبور قطع الكرة، تقدم كار، فرصة الهدف الثاني هون، الأشقر دخل، كارل جبور خطأ واضح، خطأ واضح عم يرتكبه كارل جبور. جابي هون كان معصب، شو بك يا جابي، خطأ كان واضح. كرة الأمامية مقطوعة، ويليام، ويليام كمان مقطوعة، تمريرة مقطوعة من جابي عيد، شوفوا العيد، لكن كازموز عم يقطعها، بيتقدم بيتقدم، بيتابع هون اللاعب طوني كازموز حقيقي، بيعود مع الأشقر. غريب، زمان ما شفنا رواد والسولاندو ودانيال فاضل على مقاعد البدلاء، أربع لاعبين أوف ذا بانش بتشكيلة غزير موجودين حاليا على أرض الملعب. هون المرور، المتابعة، أنطوان سعيد بيخسرها من جابرييل عيد، حلوة كتير لويليام، ويليام القاعي، ويليام بيمرر، جابي عيد لمسة للخلف، إيميليو برهوش، إيميليو كاد يخسر الكرة، لكن كارل جبور صمام الأمان باللقطة الماضية، كان كارل جبور. توني بيحاول بيمر، مطالبة بخطأ، كارل جبور شو ممكن يعمل الجبور، أخطأ قدام رواد. قد ايه فايتر رواد على ارض الملعب، قد ايه بيقاتل، قد ايه بيلحق كل كره. تايم اوت حاليا عم يطلبوا الكوت جهاد، لكن فعلا شوط اول جميل، اربع دقائق متبقيه، لكن فعلا اداء حلو، الفريقين عم بيقاتلوا، عنطورة افضل على ارض الملعب، لكن كمان غزير كان عندهم كثير محاولات وتحديدا عبر رواد.
إذا أربع دقائق متبقية قبل نهاية الشوط الأول، 1-0 لصالح عنتورة. أيضا ممكن كتير نشوف الفينال أنطونية إذا قدر أنطونية غزير يتخطى سان جوزيف عنتورة، وإذا قدر الأنطونية بعبدة يقدر يتخطى الجمهور، ممكن كتير نشوف الأنطونية بديربي الفينال. كل شيء وارد، لكن حتى اللحظة هيدا الشيء ما عم يتحقق، لأنه سان جوزيف عنتورة بالقمة. عودة أندرو وهبة وإيليو شعيا مع بعضهم على أرض الملعب، خلوج لا إيميليو البرهوش ولا ويليام القاعي. مجهود كبير بيحطه ويليام القاعي أوف ذا بنش كل ما دخل على أرض الملعب، وحتى إيميليو البرهوش كان قريب بلقطة أنه يسجل الهدف الثاني. جابرييل عيد بيبرم، حكم بيقول ما في خطأ. رواد عقيقة للسولاندو، عم نشوف الأشقر موجود كأنكر أكثر حاليا. السولاندو ما عم بيكون آخر لاعب، السولاندو عم بيكون موجود كلافت وينجر، ممكن كتير يستعمل تسديداته القوية عندما يكسر بيمنى ويسدد السولاندو، وممكن نشوفه عم يسند على دانيال فاضل ويلعبوا الوانتو ويحضر دانيال لسولاندو يسدد. كارل جبوه أمامية سهلة عند الحارس، رواد استلم الكرة، رواد عم بيمرر للأشقر، أشقر بيلعبها أمامية. شوفوا الكنترول وشوفوا المرور من دانيال فاضل، سيطر على كرته، لكن إيليو شعيا، إيليو شعيا ما معقول يا إيليو شعيا، ملا لاعب فعلا، مهاري هيدا اللاعب. جابرييل عيد حاول يلعب التمريرة لكن بالنهاية عادت لصالح عنتورة، وآخر 3 دقائق من الشوط الأول. جابرييل عيد عم يطلع وعم يعطي مكانه للاعب رقم 28 اللاعب ماتيو خليل. أشقر لرواد، كارل جبور على جهة السولاندو، وأندرو وهبي على جهة رواد، فهل رح ينجح لأنطونية غزير أو أنه دفاع عنتورة رح يبقى بالمرصاد؟ وهيدا كارل جبور عم بيأكد المؤكد بوقت أندرو وهبي، ما معقول أندرو وهبي بالسرعة، أندرو وهبي شو ممكن يعمل؟ لكن السولاندو أخر الهجمة. رواد شوفوا رواد شو عمل، رواد سولاندو، فرصة التعادل ضاعت على الأنطونية غزير، رواد قطع الكرة ورواد قدم الكادو للسولاندو، لكن السولاندو ما قدر يسجل هدف التعادل. أعطاك هدية على طبق من ذهب، لكن السولاندو ما ترجمها داخل الشباك، عمل كل شيء رواد بالكرة الماضية والسولاندو حطها صح، لكن القائم منعك يا شربل سليم من الهدف الأول لألك بالمباراة. هدف التعادل ضاع على الأنطونية غزير لحسن حظ سان جوزيف عنتورة، لكن فعلا قدي رواد بيضغط منيح، قدي رواد بيدافع منيح، قدي رواد هو فايتر على أرض الملعب، حكيتها سابقا وبعيدة حاليا. وشوفوا الجبور والسولاندو، ليكم الا صراع. الأشقر بالقوة البدنية قدر يسيطر على الكرة، الأشقر عم يفتش عن السولاندو، السولاندو عم يفتش عن المرمى، السولاندو عم يفتش عن الهدف، السولاندو هالمرة ما قدر يلاقي دانيال فاضل، والكرة بتعود لصالح عنتورة مع آخر 60 ثانية الشوط الأول. رواد أشقر بيلعبها طويلة، أيوة يا ماتيو برأسه السولاندو ورواد برم على أندرو وهبي، شو ممكن يعمل رواد، لكن جاد عم بيخلص الكرة مقطوعة، كان جبور آخر 40 ثانية بيمرر لإليو، إليو شعيا الجبور، ما معقول يا جبور، قد إيه حلوة كانت التمريرة لماتيو خليل، لكن الدفاع كان عم يقطعها. شوط أول فعلا الفريقين كانوا كتير منيح فيه، لكن يلي فرق انه قدر سان جوزيف عنتورة يسجل الهدف، سجل هدف من كتير فرص صحت له،
اما الانطونيه فرغم انه صحت له كثير فرص ايضا لكن ما قدر يسجل. وبكل تاكيد يلي رح يسجل هو يلي رح يفوز، وهذا الشيء يلي خلى سان جوزيف انطورا يتقدم بالشوط الاول. مشاهدينا الكرام لحظات ونعود لمتابعه الشوط الثاني. Thank you.
عودة لمتابعة الشوط الثاني من المباراة النصف نهائية الأولى بين أنطونية غزير وسان جوزيف عنتورة. الشوط الأول انتهى 1-0 لعنتورة بهدف سجله إليو شعيان. الشوط الثاني عم ينطلق إذن بين الفريقين، والمباراة المنتظرة، المباراة الحلوة، المباراة الجميلة بين الفريقين. رواد تمريرة حلوة كتير مقطوعة، كارت جبور نجم الشوط الأول شو ممكن يعمل بهيدي الكرة؟ شو حلوة، شو حلوة يا جبور، شو لعيب يا جبور. وهون كان البحلوم عم يمنع إذن جون من تسجيل الهدف الأول. كارل جبور مقطوعة الكرة بتعود مع إليو، طويلة من جاد مقطوعة من العية وصلت لأندرو وهبي. أندرو وهبي سريع سريع، أندرو وهبي وجون عم بيتابع تألقه. إذا قدر الأنطونية غزير إنه يعود بالمباراة يعمل كامباك ويعود، لكن رغم صعوبة المهمة لازم كتير يتشكروا جون بوحلوم على هيدا الأداء الكبير يلي عم يعمله على أرض الملعب. برافو لجون. رواد بيحركها، سولاندو يا سولاندو، التسديدة كانت بعيدة. كرة بتعود لصالح سان جوزيف. حلوة البيهايند ذا باك كانت من جد، والكرة بتعود لصالح الأنطونية. ضغط من لاعبي الأنطونية. رواد شو ممكن يعمل؟ العقيقة شو ممكن يعمل؟ وأيضا الأشقر شو ممكن يعمل؟ اللاعب يلي دخل اوف ذا بانش بوقت دانيال فاضل. دانيال فاضل ترجم هيدا الضغط لهدف، ترجم هيدا الضغط لتعادل والنتيجة. إذا 1-1 بهالأثناء، دانيال فاضل برم على جابرييل عيد والنتيجة التعادل. إذا مشاهدينا الكرام، أنطونية غزير عم يعملوا المطلوب يا جار. سولاندو عمل الضغط على كارل جبور وكاد يعمل التيرن اوفر الجبور. ايوه الاشقر من وقت دخوله الى ارض الملعب عم بيقدم اداء كبير وعم يعطي ادفانتج كبير لفريقه، خاصه انه خلى سولاندو يتحرر على الجهه اليسرى. ليكو رواد وليكو اليو شعيا والصراع على الكره، بيحسموا الرقم 7 حلوه من الشعيا مقطوعه من الاشقر. جيم كبير يا اشقر. اذا كان كارل جبور هو التيرنينج بوينت عند فريق سان جوزيف عنتورة، فدخول الأشقر على أرض الملعب عند الأنطونية غزير هو التيرنينج بوينت عند الأنطونية. 1-1 النتيجة. قد دخول الأشقر على أرض الملعب أعطى فريقه يعني أوبشنز، خاصة مع وجود السولاندو على الجهة اليسرى، خاصة مع وجود السولاندو وإمكانات السولاندو وقوة السولاندو إلى جانب الضغط اللي عم يعمله دانيال فاضل على جابرييل عيد. حلو كثير تمريره السولاندو، اندرو وهبي كان بالمكان المناسب. شو ممكن يعمل اليو؟ شو ممكن يعمل الشعيا؟ مر الشعيا، مرر الشعيا كارل جبور، والكره مقطوعه، الكره مقطوعه من الاشقر. سلامات لكارل جبور، اوت لصالح عنتورة وسلامات لكارل جبور. ممكن نشوف اميليو، ممكن نشوف ويليام. وممكن كارل يتابع، ينهض كارل. كارل جبور بينهض للمتابعة، جبور بينقلها حلوة لإليو، الأشقر قطعها، كمان إليو شعيا، هون جون كان عم يقطعها، والأوت لصالح سان جوزيف مع أندرو وهبي لجابرييل عيد. جبور لجاد، طويلة من جاد مرت وصلت حلوة كتير للشعية. الشعية شو ممكن يعمل؟ الشعية بيبرم، الشعية بيتابع بيسدد. الشعية رواد بالمكان المناسب، جون خلص بالمرة الأولى ورواد خلص بالمرة الثانية. كارل جبور بحركة مع جابرييل عيد. جبور مرة جديدة لجابي،
طويلة أمامية شاية سيطر عليها والكرة كانت مقطوعة. جابرييل عيد، جابرييل عيد نجح باسترداد الكرة. كارل جبور تمريرة لإليو شعيا وصلت لجابرييل. جابرييل عيد لإليو شعيا تمريرة لكارل جبور، خطأ لصالح الجبور. بتحرك الكرة، جابرييل عيد لإليو، إليو كمان لكارل جبور، بيتقدم كارل بين لعبين بيخسرها دانيال فاضل، دانيال بيمرر لكن جابرييل عيد كان عم يقطعها. سولاندو لرواد، لمسة باتجاه دانيال فاضل، المرة جابرييل عيد بيتدخل. ممتاز جابرييل عيد، بتحرك الكرة والتسديدة جاد على مرحلتين، قدر يلتقط الكرة. برافو يا جاد لحد، وجاد بيلعبها طويلة أمامية أندرو وهبي، لكن الأشقر بالدفاع كان ممتاز. وميشو تراد بيقول خطأ لصالح سان جوزيف عنتورة من مسافة قريبة. أندرو وهبي على التنفيذ، أندرو وهبي بيحرك، كارل جبور تسديدة والكرة للأوت لصالح عنتورة. جبور لجابرييل عيد مقطوعة من السولاندو والاوت اذا لصالح عنتورة. بتتحرك اندرو وهبي، حلوة التمريرة مقطوعة من رواد، تقدم رواد، شو ممكن يعمل كارل جبور؟ بيقطعها اوت للانطونية. رواد على ارض الملعب، ممكن كثير نشوف انطوان، ممكن كتير نشوف ايضا العقيقة. الكرة بتتحرك مع الأشقر، أشقر للسولاندو كمان للأشقر، حلوة التمريرة إلى خارج أرض الملعب بتعود لصالح فريق سان جوزيف عنتورة. مريت عن العقيقة والحارس بالنهاية بيلتقط كرة مع الأنطوني غزير مع العقيقة للأشقر. شربل، شربل سليم، أشقر كمان، سولاندو توصل للأشقر، عادت مرة جديدة أمامية مقطوعة. إليو شعيا شو ممكن يعمل؟ إليو شعيا لكارن جبور، كارن جبور بيمر، كارن جبور بيسدد، إليو شعيا الكرة للأنطونية. أشقر بيعود مرة جديدة مقطوعة، شليلة للسولاندو، الضغط من إليو شعيا، السولاندو ما قدر الأشقر يعمل معه شيء. الأوت إذا لعنتورة. جابرييل عيد لكارل جبور أمامية
إلى خارج أرض الملعب بتعود لصالح الأنطونية غزير. كرة مع الأشقر بيمرر للسولاندو، فرصة الهدف الثاني. حلو المرور، حلو كان المرور من شلالة، لكن الكرة انقطعت. توصل عند إليو، مقطوعة الأشقر لشلالة، كمان الأشقر بيمرر لعقيقة، والكرة سهلة عند الحارس. أندرو لجابرييل عيد، كمان أندرو، تمريرة وصلت للجبور، كمان شلالة. حلوة كتير الكرة لأندرو وهبي، وأبو علوم عم بيخلص، جون عم بيخلص مرمى فريقه بأكثر من مناسبة. كرة للجبور على الطاير، مقطوعة من السولاندو. السولاندو بمرر حلوة لشلالة، لكن جابرييل عيد قطعها. كارل جبور بيتقدم، كارل بيمر، كارل بيسدد، كارل وجان عم بيخلص. وهبي، جابرييل عيد، اصرار على الرباعي يلي بدا الشوط الثاني عند الكوتشي، هذا بنخول. اما تشكيله لانطونين غزير فشهد التبديل الوحيد كان دخول شلاله مكان دانيال فاضل بسبب الاصابه. جابرييل عيد لاليو شعيا، أندرو وهبي، وهبي وهبي بيحاول، وهبي مقطوعة، سولاندو انطلق، سولاندو 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 على المرور، سولاندو حقيقي يلي سجل، لكن السولاندو كانت لك الكلمة الأكبر، سولاندو كان لك الكلمة الأكبر. شو عمل السولاندو بعيد اللقطة؟ مر عن إليو شعيا بطريقة ذكية، بطريقة رائعة، مر عن إليو شعيا، مر وعمل الفيك ومرر، وهون كان العقيقي عم بيترجم الكرة داخل الشباك. لكن السولاندو قديه كان عالي باللقطة الماضية، كيف مر عن الدفاع وكيف مرر وعطى الأسست للعقيقي. والسولاندو إذا ما سجل بمرر، وإذا ما حسم بهدف بيحسم بأسست. اللاعب رقم 10 شربل سليم كان حاضر، وإليو شعيا حاضر، وإليو شعيا ممكن يرد. الكرة وصلت إذن للبرهوش اللي دخل إلى أرض الملعب، اللاعب رقم 22 كارل برهوش، لخارج أرض الملعب. أوت لصالح فريق الأنطونية غزير. أشقر للسولاندو، شوط تاني الأنطونية غزير كان الطرف الأكبر فيه والأفضل فيه، والفضل لجون بوحلوم وزملائه. والأشقر عم بمرر، مقطوعة. إليو شعيا شو ممكن يعمل؟ إليو شعيا شو ممكن يعمل؟ إليو شعيا بيتقدم، إليو شعيا بيسدد، ولمسة يد، أو الحكم بيقول في خطأ، الحكم بيقول كان في خطأ. خطأ على السولاندو بعد الشد بالقميص، والخطأ إذن رح يكون لصالح السان جوزيف عنتورة، وآخر 8 دقائق من المباراة. شعيا للجبور، الحارس عم بيخلص، كارل برهوش كمان لإليو شعيا، جابرييل عيد لإليو، شو ممكن يعمل؟ الشعيا لجابرييل عيد، تمريرة حلوة، مقطوعة، مقطوعة من الأشقر، الأشقر بمرر، الأشقر للسولاندو، هون دانيال فاضل، هون دانيال فاضل، هون اللعيب دانيال فاضل، لكن العرض حرم دانيال فاضل من واحد من الأهداف الجميلة. قد إيه أنت لعيب يا دانيال فاضل، قد إيه كان لك دور بجيم اليوم، قد إيه أنت فعلا اندر ريتد بمباراة اليوم على الشغل يلي عملته، ممتاز كنت يا دانيال فاضل، كان لك فضل بالهدف الأول، لأنك مش بس سجلت، لأنك كسرت النحس يلي رافق فريقك، ولأنك مريت عن جابرييل عيد بطريقة سوبر ذكية وسجلت الهدف. وهون كان قريب
دانيال فاضل تقريبا من حسم الأمور، لكن الأمور من حسمت لأنه العارضة حرمت دانيال فاضل من هدفه الشخص الثاني والثالث لفريقه. جاد بيلعبها طويلة، ويليام شو ممكن يعمل؟ كارل بيسدد على الطاير والكرة خارج أرض الملعب. رواد مقطوعة الكرة، إيميليو برهوش بيمرر لويليام، مقطوعة للتورنينج بوينت، مقطوعة من الأشقر. ملا جيم قدمه الأشقر من وقت دخوله على أرض الملعب. برافو يا أشقر، ممتاز يا أشقر، شو هالجيم يلي قدمتها. يعني سان جوزيف عنطورة ماتيو راح يطلع او راح يدخل مكانه لجابرييل عيد لنشوف تبديل الكوتشي هذا بنخول شو ممكن يعمل وكيف ممكن تمشي الامور. ايميليو برهوش ايميليو بيحضر لماتيو خليل، خليل عم بيسدد والكرة بتصطدم بالسولاندو. اطلع عنطورة ماتيو لإيميليو والاوت لصالح فريق الأنطونية غزير. تتحرك رواد اوت للحنوش. رواد للأشقر، كمان رواد بيمرر لدانيال فاضل. ليكو دانيال فاضل كيف عم يسحب الضغط، ليكو دانيال فاضل كيف عم بيطلع لاعبينه من البراس. قديه عالي دانيال فاضل لينجح بهيدا الرول. الكرة حاليا مع رواد، فرصة الهدف الثالث. جاد بالمقابل عم يعمل يلي عمله جان بالشوط الأول ويخلي فريقه بجو الجيم. الكرة بتتحرك، الكرة بتعود مع السولاندو. السولاندو شو ممكن يعمل؟ السولاندو خطير، السولاندو بيكسر. ويليام قطعها، ويليام تقدم، ويليام تقدم، ويليام بيتابع، ويليام بيتابع، ويليام بيخسرها. ايميليو برهوش لماتيو خليل، اتأخرت، اتأخرت الهجمة. ماتيو، ماتيو خليل، مقطوعة الكرة من دانيال فاضل والاوت لصالح عنطورة. بتعود مع ايميليو برهوش، ايميليو لكارل، كارل بيبحث عن التمريرة، عادت مع ايميليو، ايميليو مرة جديدة لماتيو، ماتيو خليل شو ممكن يعمل؟ ويليام هون عم بيحاول والخطأ لصالح عنطورة. سلامات لويليام القاعي. وشو بيقول الحكم؟ الحكم بيقول خطأ، وهيدا الخطأ. هو نورمال فاول وبالتالي منه الخطأ الخامس يلي بيستوجب ركلة جزاء من مسافة العشر أمتار. كارل جبور وإيليو شعيا وبتتحرك الكرة. كارل جبور عم بيمر، كارل جبور عم بيتابع، كارل جبور عم يكسر، عم يحتفظ بالكرة. شو ممكن يعمل إيليو؟ بيستلم الكرة إيليو، إيليو شعيا بيمرر الوانتو بينه وبين ويليام، مقطوعة بالرأس من السولاندو، الأبعاد من السولاندو، والكرة للآوت لصالح إيليو شعيا. آخر أربع دقايق، قدم مباراة حلوة، قدم مباراة مثيرة، قدم إيليو شعيا وزملائه كانوا قراب، وقدم السولاندو وزملائه كان عندهم كلام آخر. ماتيو خليل بيتقدم، ماتيو خليل لإيليو، إيليو شعيا بيحاول، إيليو شعيا بيمرر، عادت مع ويليام مرة جديدة. كارل جبور بيكسر، كارل جبور بيحضر، كارل جبور بيخسرها لأنه دانيال فاضل موجود. ملا جيم عم بتقدمها يا فاضل، دانيال فاضل نجم المباراة الأول بيخسر الكرة من إيليو، إيليو شعيا للجبور، الجبور بيكسر، الجبور بيحاول، مقطوعة الكرة، رواد 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 رواد، تورن أوفر مش بوقته أبداً،
عملوا اللاعب رقم 4 ماتيو خليل. كارل جبور أخطأ كارل جبور، فكر بالكرة مرتين والكرة بالنهاية مرت وعادت مرة جديدة لصالح غزير. ماتيو عمل كنترول، ماتيو مرر لكارل، كارل جبور شو ممكن يعمل؟ كارل جبور بيسدد والكرة قريبة من المرمى. قد ايه قوية الزيادة يا جبور، الكرة إلى خارج أرض الملعب بتعود لصالح لأنطوني غزير. أنطوان بيخسرها من ويليام، تركها لإليو، إليو بيمر، إليو بيتابع، إليو للجبور. حلو كتير يا جبور، وصلت لماتيو، ويليام قاعي بيمرر لكارل جبور، كمان الجبور بيمرر لإليو شعيا. فرصة التعادل أضاع إليو شعيا بعد تمريرة حلوة، بعد أسيست خرافي من كارل جبور. إليو شعيا ضيع الكرة، إليو شعيا بلمسة مهاجم بلعبة كرة القدم أضاع أكثر من فرصة اليوم، لكن بلمسة هداف بالفوتسال كان ممكن بلقطة إنك تغير الأمور يا إليو شعيا. أضاع الكرة إذن إليو، والنتيجة بقيت على حالة 2:11 والتايم أوت للأنطوني غزير. وملا جيم رائعة منتابعه نحن وياكم، وملا مباراة مثيرة بين الفريقين. تتحرك توصل هون مع أنطوان سعيد، عم بيحاول يستهلك الوقت هون أنطوان سعيد، والكرة بتعود لصالح سان جوزيف عنطورة. 2-1 النتيجة. تتحرك إليو شعيا لكارل جبور، رواد بيقطعها، ممتاز الحركة الدفاعية من رواد لحنوش، سولاندو لرواد، رواد قتل المباراة، رواد خلص المباراة، رواد أنهى الأمور، رواد سجل الهدف الثالث، رواد بيقول الأنطوني غزير بالفينال، رواد قطع الكرة، رواد مرر للسولاندو، رواد استلم تمريرة السولاندو، ورواد سجل الهدف الثالث. الأمور صعبة كتير على السان جوزيف عنطورة، لأنه رواد حاضر مرة جديدة. رواد عم بيخلص الكرة لخارج أرض الملعب. إليو شعيا كان قريب من معادلة النتيجة، ورواد هو الكلمة الحاسمة بالمباراة. إليو شعيا شو ممكن يعمل؟ بيمرر لأندرو، أندرو وهبي لكارل جبور، كارل جبور لأندرو وهبي، إليو شعيا شو ممكن يعمل؟ إليو شعيا عم بيسدد، الكرة مقطوعة بتعود لصالح عنطورة، أندرو وهبي بيتقدم، أندرو للشعيا، الشعيا بيمرر لويليام، ويليام القاعي كسر، ويليام القاعي احتفظ، ويليام القاعي خسر الكرة مرة جديدة من الأشقر. قد ايه الأنطونية عاليين، قد ايه الأنطونية ممتازين، قد ايه الأنطونية كأنه فعلاً بالموعد بمباراة اليوم رغم التأخر بالشوط الأول. الشوط الثاني كان هو الحسم بتألق رواد، بتألق الأشقر، بتألق السولاندو، وبتألق غزير. وصلت غزير لفينال بطولة ميشيل حداد بآخر الثواني. السولاندو حاضر، السولاندو تقدم، السولاندو نقلها آخر كرات المباراة. كارل جبور خسر الكرة، وصلت لأنطوان سعيد، المباراة شارفت على النهاية. سان جوزيف عنطورة، ليكو رواد بعده عم يركض. ما معقول رواد، وما معقول فريق الأنطونية غزير. ملا شوط تاني قدم، قلب كل الأمور، غير كل المعادلة، غير كل الحسابات بالشوط التاني، وفعلا قدم أفضل الأشواط بهيدي البطولة. برافو لغزير، وهارد لك لعنطورة والأنطونية غزير.
الأول المتأهلين للفينال. فهل رح نكون بمباراة ديربي أنطونية أنطونية أو إنه أنطونية غزير رح يواجه الجمهور؟ هيدا الشيء اللي رح نعرفه بعد لحظات قليلة. رواد، اول شيء مبروك اختيارك ام في بي الجيم، قدمت جيم كبيره وقدرت تحسم الامور، يعني على لحظه كانت فارقه الامور انه ممكن تروح 2-2 او 3-1، قدرت انت تحسم الجيم، قطعت الطابه، انطلقت، مررت لسولاندو، اعطاك الاسيست وسجلت، قد ايه هذا الهدف بيعني لك وشو ناويين تعملوا بالفينال؟ اول شيء نحن بلشنا خسرانين بس كنا قدها وقتلنا لاخر تكه، وهيدا الجول انا سجلته كان انه حاسم المباراه وايه بن بعبدة وجمهور حالة واحد هلا يخسر لانه حنخسره بالفينال. رواد، حتى قبل ما تسجل الهدف شفناك قد ايه عم بتقاتل على الملعب، شفنا الفايتنج سبيريت عندك قد ايه كانت مخيفه، قد ايه انتم اليوم من خلال هيدي الروح يلي عم تعطوها على ارض الملعب مرشح كبير لتربحوا البطوله؟ نحن صرنا ربحانين 3 دورات قبلها وهي ان شاء الله تكون الرابعه. ميرسي كثير رواد. كوتش، فتوا بين التو هاف متاخرين بالنتيجه، قدرتوا تفوتوا يعني وتغيروا الامور على ارض الملعب، قدمتوا جيم كثير حلوه ووجهتوا رساله بالشوط الثاني. لك الحمد لله نحن اللي بيفيدنا هو الروتيشن، يعني انا كنت عارف الثاني شوط رح نرجع على الجيم، عندي 12 لاعب 12 لعبوا، هيدا الروتيشن فادني، كلياقه نحن كنا افضل منهم، والحمد لله الشباب كانوا كثير منيح وادى وبنستاهل صراحه، بنستاهل الفوز وهارد لك لعنتورا، واهم شيء بالفينال الاحسن يربح ومين ما كان ما في مشكله. عم تحكي عن موضوع الروتيشن، شفناك كيف بمحل من المحلات بدلت، فوت الاشقر، قلبت سولاندو فحطيته على الطرف، قد ايه هيدي الروتيشن يلي عندك بتعطيني يمكن اوبشنز اكثر لحتى تواجه اي فريق؟ هي اهم شيء لانه بتعرف بالفوتسال بدك لياقه واللعيب ما بيقدر يكمل الماتش كله، وقت تقدر تحط اللعيب بكذا بوزيشن هيدا عم يساعدني، يعني انا وقت حسيت حالي داون كارل كثير منيح ورا وسولا على الوينج فبدلنا وهيدا شيء فادنا، شفت بالجوال يعني قدرنا الباسات بده يطلع سولا 1 اون 1 بقى، الحمد لله فريقنا جاهز وكتر خير الله. مين بتفضل تواجه بالفينال؟ ليك بالنسبه لنا احنا الانطونيه والانطونيه مثل بعضها، فما في مشكله اثنيناتهم اصحابنا ومين ما كان مهما شيء يكون فينال حلو. يعطيك العافيه. ثانك يو كثير كوتش. مشاهدينا الكرام، لحظات رح نكون بجيم الانطونيه بعبده والجمهور.